الجماعة تدرك فضيلة وتدرك أحكام، تدرك فضيلة وتدرك أحكام. ما معنى تدرك فضيلة وتدرك أحكام؟ تدرك فضيلة الجماعة إذا جاء أدرك المأموم أي جزء من صلاة الجماعة ولو قبل أن يسلم الإمام بيسير. فلو دخل إنسان للمسجد والإمام في التشهد الأخير وقبل أن يسلم الإمام كبر المأموم وجلس، فهذا أدرك فضيلة الجماعة، هذا واحد. أما إدراك أحكام الجماعة فهذا لا يتأتى إلا إذا أدرك ركعة، فما فوق. لكن إن فتته الركعات جميعا، يعني لم يدرك ركوع الركعة الأخيرة من تلك الصلاة، فإنه لا يدرك أحكام الجماعة. ما معنى لا يدرك أحكام الجماعة؟ فمثلا لو كانت الصلاة صلاة جمعة فأدرك ما قبل التشهد بعد الركوع لكن قبل أن يسلم الإمام، فهذا أدرك فضيلة الجمعة. لكنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بأربع ركعات عند جماهير أهل العلم يصليها على أنها ظهر، لأنه لم يدرك ركعة من الجماعة. كذلك قالوا لو أن الإمام سعى بصلاته، فإن أدرك فضيلة الصلاة يعني أتى بعد أن رفع الإمام من الركعة الأخيرة، فإنه ليس ملزما أن يتابع إمامه في سجود السهو. لكن لو قدر أنه أدرك ركعة مع الإمام أو أكثر، فإنه يتبع إمامه في سجود السهو. هذا المعنى متى تدرك الجماعة.